ارتفاع حصيلة اللاجئين الضحايا الغارقين قبالة طرطوس، والجيش اللبناني يعلن إلقاء القبض على مشتبه بهم في تهريب لاجئين. المملكة المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها. قصف واشتباكات بين الأهالي وقوات النظام في مدينة جاسم، وتصاعد في عمليات الاغتيال في محافظة درعا. نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. أعلن النظام ارتفاع حصيلة قارب اللاجئين الغارق قبالة طرطوس إلى 88 شخصا بينهم سوريون، فيما أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 8 من المشتبه بهم بالعمل في تهريب اللاجئين. نتابع مشاهدينا التقرير والتفاصيل. الوطن بداية الرحلة ونهايتها، خاضوا البحر هربا منه وبحثا عن حياة خلفه، فأعادهم الموج إليه أجسادا لا حياة فيها. أكثر من 87 شخصاً هي الحصيلة حتى ساعة إعداد التقرير أعلن عنها من قبل النظام، غرقوا في البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا أثناء فرارهم من لبنان وسوريا وفلسطين بقارب مطاطي انطلق من شمال لبنان قاصدين دول الاتحاد الأوروبي. تسهل لبنان عودة جثث رعاياها بحسب طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون، بينما يبقى مصير الناجين السوريين مجهولاً، لا سيما إن كان البعض منهم تخلف عن خدمة العالم لدى النظام أو معارضاً لرئيسه، فنجاتهم من الغرق هنا لن تشفع لهم ربما أمام النظام الذي يظهر كمنقذ لهم حتى اللحظة. غرق القارب ليس إلا حلقة من سلسلة الهجرة التي تشهدها سوريا، فمن شواطئ لبنان إلى شواطئ تركيا واليونان إلى شواطئ ليبيا إلى حدود صربيا وبولندا وغيرها، ينتشر السوريون وتنتشر جثثهم المتساقطة أثناء رحلة البحث عن بديل للدولة التي يحكمها نظام قتل وشرد وهجر واعتقل وضيق على الشعب. في تركيا تعلن السلطات إنقاذ 1633 مهاجراً غير نظامي بين 16 والثاني والعشرين من أيلول الجاري، بينما يقول الجيش اللبناني إنه ألقى القبض على 8 من المشتبه بهم بالعمل بتهريب المهاجرين. تبني دول جدراناً فاصلة لمنع تدفقهم نحوها، وتضع دول أخرى قيوداً على السوريين لمنع هجرتهم، إجراءات رغم اشتدادها قد تكون أسهل على كثير منهم من العنصرية والضغوطات الممارسة ضدهم ومخاطر ترحيلهم في دول الجوار، أو من البقاء في وطن يحكمه نظام الأسد ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الحرة الكريمة. حول هذا الموضوع تنضم إلينا زبيدة تقي، مراسلة حلب اليوم من لبنان. أهلا بك زبيدة، ما هي آخر التفاصيل المتوفرة لديك، وهل الحصيلة متطابقة أو متقاربة بين ما تعلنه لبنان وما يعلنه نظام الأسد؟ يعطيك العافية والله يرحم الضحايا اللي راحوا بهالحادثة. الحصيلة تقريبا لحد هاي اللحظة عم تتراوح بين 86 و 90 شخص. اللي صار انه المركب انطلق ثلاثة من منطقة المنية بشمال لبنان، عم يحمل بين 170 وال 180 شخص، وهو ما في يحمل اكثر من 45 او 50 شخص. وعلى ما يبدو انه بما انه القارب ما بيقدر يحمل هالعدد، غرقوا بمسافة قريبة يعني على شواطئ طرطوس. زبيدة، يعني الجيش اللبناني أعلن عن اعتقال 8 من المشتبه بهم يعملون بتهريب اللاجئين، ما هي التفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟ يوم الجمعة تقريبا مديرة الجيش أعلنت أنه ألقت القبض على 4 أشخاص مشتبه فيهم بمنطقة الميناء، ورجعت كمان أصدرت بيان أنه في 4 أشخاص تانيين كمان بمنطقة دير عمار كمان مشتبه فيهم، بس لحد هاي اللحظة ما في غير هاي الأخبار وهاي المعلومات عن هدول الأشخاص المشتبه فيهم بعمليات تهريب البشر. زبيدة، يعني هل
تم طرح إعادة الناجين من السوريين إلى لبنان حيث محل إقامتهم الأخير؟ الأهالي عم تطالب بهذا الشيء طبعاً، أقل شيء بيعرفوا أنه حيدفنوا أطفالهم أو أولادهم بهذا المكان، بس لحد هاي اللحظة ما في استجابة من الحكومة السورية بهذا الموضوع. عم يتم تسليم جثث اللاجئين الفلسطينيين وجثث اللبنانيين للأسف. من امبارح لليوم أكثر عدد هو كان من اللاجئين الفلسطينيين بمخيم نهر البارد ومخيم شاتيلة. شكرا لك زبيدة تقي مراسلة حلب اليوم، حدثتنا من لبنان، شكرا لك. توفي 5 مدنيين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر يوم أمس الجمعة جراء حوادث متفرقة شمال غربي سوريا. وقال الدفاع المدني في بيان له إن طفلين توفيا غرقا في بحيرة ميدانكي بريف عفرين، وتم انتشال جثة طفل آخر من بئر في مدينة الباب، فيما لقي الطفلة حتفها بحادث سير شمالي إدلب. كما تعرض 5 مدنيين للإصابة باستهداف قوات النظام وروسيا لسيارتين بريف حلب، إضافة لسبع إصابات أخرى بحوادث مرورية. حملت المملكة المتحدة نظام الأسد المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المنتهكين في سوريا بشكل فوري. وفي كلمة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، قال السفير سيمون مانلي في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المخصص لمناقشة الأوضاع في سوريا، قال إن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وحلفائه موثقة جيدا، وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف بناء عليه لمحاسبة الجناة فورا. ومن جانبها طالبت مندوبة قطر الدائمة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف هند المفتاح المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية الشعب السوري وإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سوريا. قتلت امرأة وأصيب رجلان إثر مرورهم بحقل للألغام قرب قرية فيخت حمدان شرقية حلب، وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال الجثة وإجلاء المصابين إلى المشفى بصعوبة بالغة إثر رصد المنطقة بسلاح النظام، فيما تم تأمين الطريق لإخلاء 4 أشخاص آخرين بينهم أطفال أو بينهم طفل كانوا عالقين في المكان. نحن الآن في آخر نقطة استطعنا الوصول إليها قرب قرية فيخت حمدان الواقعة شرق مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. هذه المنطقة التي شهدت اليوم مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء وقوعهم في حقل للألغام في هذه المنطقة التي تعد هي منطقة فاصلة بين مناطق سيطرة قوات النظام وقوات الجيش الوطني السوري. طبعا قتلت امرأة وأصيب 2 آخرين أيضا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم إجلاء عائلة أيضا كانت عالقة في هذا المكان بعد دخول فرق الإسعاف التي استطاعت انتشال الجثة وأيضا إجلاء الجرحى وتأمين خروج العائلة إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري. طبعا كل هذا كان بعد تدخل من قبل فرقة الهندسة بالجيش الوطني، وقامت بتفكيك الألغام التي طبعا منتشرة بكثافة في هذا المكان، لأنه يعد هو من النقاط الفاصلة بين مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني من جهة وقوات النظام من جهة أخرى. من ريف حلب الشرقي، محمد السباعي، حلب اليوم. في اليوم العالمي للغة الإشارة يواجه الصم والبكم وضعاف السمع في إدلب قلة في الدعم والوسائل التعليمية مع تعدد اللغة المستخدمة معهم بحسب اختلاف الإعاقات السمعية لديهم، إلا أن بعض المراكز تصر على مواصلة تعليم لغة الإشارة للأطفال. نتابع المزيد في التقرير التالي. وسط ضجيج الحياة من حولهم يعجز أولئك الأطفال عن التحدث بلغة الحروف، لتكون لغة الإشارة وسيلة لكسر حاجز الصمت فيما بينهم والتواصل مع من حولهم. إيماءات وإشارات بأصابع الأيدي لتعليم الصم وضعاف السمع القراءة والكتابة في مدرسة الصم والبكم في إدلب. لغة الإشارة
تختلف من منطقة لمنطقة، لأن اللغة هي بيعتمدوها هن بطريقتهم، هن بيخترعوها، بس نحن هون في المركز بنعطيهم لغة الإشارة اللي بيستفيدوا منها، اللغة الأكاديمية يعني الأحرف، اللغة اللي بيستفيدوا منها ليقدروا يقرأوا ويكتبوا ليوصلوا للناس معلوماتهم. رغم قلة الدعم المادي ونقص الوسائل التعليمية، يحاول القائمون على مدرسة الصم والبكم بجهود فردية إخراج الطلاب من العزلة وتعليمهم الاعتماد على الذات، إضافة لتعليم بعض الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية مهنة الخياطة لتكون عونا لهن في معيشتهن. تختلف لغة الإشارة بحسب درجات الإعاقة السمعية لدى كل شخص. وفي مدينة إدلب تعتبر حركات أصابع الأيدي والشفاه هي الأكثر استخداماً في هذه المراكز. الاتصال الشفوي مع الصم والبكم هو نوع آخر من لغة الإشارة، ففي مركز البيان في إدلب تستخدم حركات الشفاه مع الأطفال الذين يمتلكون بقايا سمعية بهدف تقوية اللغة المنطوقة لديهم وتنمية مهاراتهم في التواصل مع من حولهم. أطفال عندهم بقايا سمعي، بنحاول نعزز هاي البقايا السمعي بتخطيطات مطلوبة من الأهالي كل 6 أشهر بتظبيط السماعات دائما. عنا نحن هون معظم حالات أطفال نستخدم مع لغة الشفاه ومنبعد كليا عن لغة الإشارة حتى الطفل يكون قادر إنه يحكي ينطق، ما نعوده على لغة الإشارة اللي هي بتعود الطفل على الكسل. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. معلمون ونقابيون يطلقون المؤتمر الوطني الأول للتعليم في المناطق المحررة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. قتل معتز أبو حمدان الخطيب والإمام في درعا جراء عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في مدينة طفاس. وقال تجمع أحرار حوران إن أبو حمدان مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية، وهو إمام إحدى مساجد طفاس، مضيفا أن ابنه وزوجته أصيبا بجروح نقلا على إثرها إلى مشفى المدينة. وفي سياق آخر اندلعت اشتباكات في مدينة جاسم بين شبان من المدينة وقوات النظام على خلفية مداهمة النظام لعدد من المنازل على أطراف المدينة، ما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام. وذكر تجمع أحرار حوران أن النظام رد بقصف محيط المدينة، فيما شهدت المنطقة انتشارا واسعا لعناصر النظام. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان. أهلا بك سيد أيمن. بداية، حوادث الاغتيال المتكررة في درعا، من يقف وراءها خاصة فيما يتعلق بالمدنيين، وما هي آخر إحصائية لديكم حول هذه الاغتيالات؟
نعم، تحية لكم والأستاذ المشاهدين لقناة حلب اليوم. أبدأ من الإحصائية، منذ مطلع شهر أيلول الجاري وثقنا في مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 20 عملية اغتيال في محافظة درعا. هذه العمليات التي تقوم خلايا أمنية تتبع لأجهزة النظام الأمنية وميليشيات مدعومة من قبل إيران تقوم على اغتيال المعارضين للنظام ولمشروع التمدد الإيراني في محافظة درعا. كثير هي العمليات التي تستهدف المعارضين، كان آخرها مساء الأمس في مدينة طفس عملية اغتيال بحق الشيخ معتز أبو حمدان، هذا الشيخ الذي أصيبت زوجته وابنته أيضا خلال عملية استهدافه بإطلاق الرصاص من قبل مسلحين مجهولين. هذا الشيخ هو أحد خطباء وأئمة المساجد في مدينة طفس، يعرف أبو حمدان بمواقفه الثورية ومعارضته لنظام الأسد، ولذلك ترجح أن ميليشيات مدعومة من قبل إيران هي من قامت بتصفيته واغتياله. كما أشرت كثيرة هي عمليات الاغتيال التي تستهدف المعارضين للنظام ولمشروع التمدد الإيراني في محافظة درعا. سيد أيمن، ما هي آخر التطورات في مدينة جاسم بالتحديد، وهل الأمور تتجه نحو التصعيد أم الهدوء؟ نعم، في مدينة جاسم فجر الأمس ميليشيا محلية مدعومة من إيران تتبع لجهاز الأمن العسكري قامت بمداهمة أحد المنازل جنوب شرق مدينة جاسم، اشتبكت مع مقاتلين محليين. نظام الأسد يتهم أن مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش متواجدة في هذه المنطقة، طبعا دارت اشتباكات، أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أحد عناصر الميليشيا المحلية الذي يتبع للمصطفى قاسم المسالم القيادي الملقب بالكسم. ويعني قامت قوات النظام بدورها المتواجدة في تل المطوق باستهداف منطقة السرية جنوب جاسم بقذائف الدبابات. هذا الأمر يشير إلى أن إيران والنظام يحاولون استفزاز أهالي محافظة درعا من منطقة إلى أخرى. قبل عام في درعا البلد، نتحدث قبل مدة في مدينة طفس، اليوم في مدينة جاسم تحاصر المزارع في مدينة جاسم، الاستفزازات متكررة بهدف إضعاف المعارضين في مدينة جاسم، اغتيال تحاول يعني هذه الميليشيات اغتيال وتصفية المعارضين وتهجير أيضا ما يمكن تهجيره من فئة الشبان والمعارضين للنظام وإيران في هذه المنطقة. هو السيناريو المستمر الذي تقوم عليه أجهزة النظام الأمنية من مدينة إلى أخرى في محافظة درعا بهدف استكمال مشروع إيران الرامي إلى تحويل المنطقة الجنوبية إلى ضاحية لبنانية جديدة عن طريق كما أشرت عمليات الاغتيال والتهجير المستمر وشراء العقارات من قبل الشخصيات الموالية لإيران، بالإضافة إلى تهريب المخدرات عبر الخارج ترويجها محليا. مفهوم، شكرا سيد. أشكرك سيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، حدثنا من عمان، شكرا لك. كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن تأسيس ميليشيا لواء القدس عصابة من الأطفال أطلق عليها لقب النماريد، مهمتها ترويج وبيع المخدرات في مخيم النيرب بحلب والمناطق المجاورة. ولفتت المجموعة إلى أن لواء القدس استغل الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، ووسع نطاق عمله في تجارة المخدرات وترويجها حتى باتت تشمل مناطق تل شغيب وجبرين والنيرب ومناطق في قلب مدينة حلب. وأضافت المجموعة أن الأطفال تراوحت أعمارهم بين 12 و17 عاما، وهم من أبناء مخيمي النيرب وحندرات والمناطق المجاورة لها، موضحة أن أغلبهم أيتام أو ينتمون لأسر فقيرة أو سيئة السمعة على حد وصفه. تتجدد الاحتجاجات الشعبية في مدينة الباب شرقية حلب، والتي تطالب القضاء العسكري بإعادة العقارات لأصحابها بعد أن استولت عليها بعض الفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة منذ سيطرتها على مدينة الباب بعد طرد تنظيم الدولة منها. فطردنا، يتركنا المزارع، يتركنا بيوت الخلق ويطلع. الزلمة هذا يعني ما اجى يحرر، يعني اجى يحرر البيت، اجى يحرر مزارعنا يبرك فيها. هذا صار، الله يعطيكم العافية. نحن جماعة بدنا مزارعنا، بدنا بيوتنا، الخلق بدنا بيوته.
مضى على مزرعتنا 5 سنوات ونصف، قدمنا في الشرطة العسكرية، قدمنا في المحكمة عندهم، وهذه المظاهرة الثانية. الحق لا يموت، الحق لا يموت، الحق لا يموت. عاشت سوريا حرة. ما خلينا، بلشنا أول شيء من المؤسسة الأمنية للمؤسسات العسكرية للشرطة المدنية للشرطة العسكرية لا لا لكل الفصائل، ما خلينا شيء ما اشتكينا عليه وما يحسننا ناخذ منه شيء، وصلنا عم نصبر عليه 5 سنين ونص، وهلا عم بقول اتجهوا للقضاء. اين قضاء بعد 5 سنين ونص؟ حاج ما ضل القضاء، ما اتجهنا له، صار له 5 سنين ونص اخذ لنا البناي وما ضل شيء ما اشتكينا عليه، وما يحسننا لحد الان نصلى له شيء الا هلا بالشارع، هلا بيننا وبينه الشارع. نشرت صحيفة تركيا جازيتسي مقالا أشارت فيه إلى أن حالة الذعر التي أصابت أصحاب الأعمال وورشات الخياطة في تركيا عموما واسطنبول خصوصا، وذلك تزامنا مع ظهور أخبار عن بدء عودة السوريين إلى بلادهم. وأوضحت الصحيفة في مقالها أن مشكلة العمالة ازدادت في تركيا في الآونة الأخيرة، حيث لا يمكن العثور على موظفين مؤهلين ومدربين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة، إضافة إلى أن الشباب الأتراك باتوا يفضلون المهن الأسهل، الأمر الذي ساهم في تفاقم هذه الأزمة. بعد إطلاقه لأول مرة في المناطق المحررة، ناقش المؤتمر الوطني للتعليم ما وصف بالوضع الخطير الذي قد ينتج عن إضراب المعلمين عن الالتحاق بمدارسهم، وطالب مشاركون في المؤتمر باستئناف العملية التعليمية وتجنب خطر بقاء الطلاب دون تعليم. ملفات مهمة حملها المشاركون بالمؤتمر التعليمي الأول في المناطق المحررة، مؤتمر دعت له عدة نقابات مهنية وتعليمية واستضافته جامعة حلب بمدينة عزاز. أما أبرز قضاياه فتمثلت بمناقشة استئناف العملية التعليمية المتوقفة بسبب إضراب المعلمين عن العمل. كلمتي لجميع فعاليات المجتمع المدني، نحن مشتاقون لوقف الإضراب، مشتاقون للعودة للمدارس، وأحب أن أقول لهم إن لم تكونوا معنا أو إن لم تستطيعوا أن تساعدونا لا تقفوا ضدنا، لا تقفوا في وجه مطالبنا التي هي من حق الطالب قبل أن تكون من حق المعلم. نطالب إخواننا المعلمين بوقف إضرابهم، نحن معهم، ولكن من حق أولادنا أن يتعلموا. لا نريد أن نعود لأيام مضت منذ سنين أو عقود، يوم أن كان التعليم فقط لابن الغني وابن الفقير يبقى خادما عنده. على طاولة حوار المؤتمر اجتمع معلمون وممثلون عن نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ووجهاء عشائر وأهالي ومجالس محلية، والهدف إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالتعليم وتحمل مسؤولية تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع. كان من المخرجات التي خرج فيها المؤتمرون وتوافق عليها بالمجمل هو تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية وتكون مفتوحة لأي جهة مهتمة بالعملية التعليمية، كذلك العمل على توحيد العملية التعليمية، العمل على حوكمة العملية التعليمية، العمل على إنشاء صندوق خاص بدعم المعلم فقط، العمل على إنشاء رقابة على العملية التعليمية. يبدو أن تنظيم مؤتمر خاص بالتعليم ما قبل الجامعي في المناطق المحررة كان نتيجة واضحة لاحتجاجات المعلمين الممتدة منذ أكثر من عام، احتجاجات وإن سكنت في بعض الفترات إلا أنها قد تتصاعد أكثر وتنعكس سلبا على الطلاب والواقع التعليمي في المنطقة إن لم يكن هناك استجابة حقيقية لتحسين وضع المعلم. لمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.